السلام عليكم. اليوم رانا في المنطقة الجديدة هذه اللي تمت الأشغال يعني فيها هذه بضعة أسابيع، وكنا مازال ما صورناهاش. اليوم لأول مرة نصورها بعد ما تمت الأشغال فيها. ونلاحظ احنا الأشجار كلها مازالت ما كبرتش. هذه الأشجار تاع الواشنطنية، تم غرس الأشجار تاع الواشنطنية. وهنا نشوف من الجهة اليمنى فيه أشجار تاع واشنطنية قديمة، عندها عدة سنوات، يعني عاد حوالي 10 سنوات اللي تم يعني غرسوها. وهنا نشوف من الجهة اليسرى نشوف أشجار تاع الواشنطنية، هذه أشجار جديدة تم غرسوها جديد. ما هذا وين؟ والمساحة هذه تم تهيئتها مؤخرا. إذن مساحة شاسعة فيها حوالي 500 متر تنضاف إلى يعني المارينا بصفة عامة، واللي فيها حوالي 10 كيلومترات من ميناء الجزائر من جهة هذه إلى حدود منطقة صابلات وأرديس. حاجة مليحة كبيرة. تابع قان تابع إذن أشغال. نواصل الرحلة ديالنا في المنطقة هذه الجديدة التي تم يعني تهيئتها مؤخرا، ونخليكم تتابعوا إذن الرحلة هذه. والسلام عليكم.
نزيد نروح نشوف مكان اللي ما صورناش من قبل، راهو بعيد شوية على كل حال، لكن نسينا نوصل ليه باه نصوروه. هذا البيطون هذا لهنايا، البيطون هذا كامل تاع هذا لي بوردور هذو اللي داروهم لازم اي بونسيوهم، يديروا لهم بونساج، يديروا لهم بونساج، لابد يديروا لهم بونساج، يولي روعه، يولي روعه، يديروا لهم بونساج.